إذ يأمل الفلسطينيون بتسريع الجهود لعقد الانتخابات، إن المأزق السياسي الإسرائيلي الفلسطيني لا يزال ظاهرا مع اتجاهات سلبية في الميدان. في الأول من نوفمبر إن اللجنة التخطيطية الرفيعة للإدارة المدنية تقدمت بخطة ل 2600 وحدة سكنية، بما في ذلك 182 وحدة في مويفوت يريشو وهي مستوطنة في وادي الأردن. قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاءها وتشريعها بمفعول رجعي، وكذلك هناك 382 وحدة في مستوطنة دولاف و609 وحدات في مستوطنة بيتر إليت غربي بيت لحم. وأنتهز هذه الفرصة لأشير من جديد إلى أننا نأسف لإعلان الولايات المتحدة في 18 من نوفمبر تشرين الثاني أنها ما عادت تعتبر المستوطنات تتعارض والقانون الدولي، أما موقف الأمم المتحدة فهو لم يتغير، وعملا بالقرار 2334 أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعائقا كبيرا يحول دون تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل. سيدتي الرئيسة، إن عملية تدمير ومصادرة الممتلكات الفلسطينية تستمر في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. إن السلطات الإسرائيلية تتذرع بغياب تصاريح البناء الإسرائيلية التي يتعذر الحصول عليها في المنطقة جيم وفي القدس الشرقية، وهي هذه السلطات الإسرائيلية أي أقدمت على مصادرة 48 منشأة مما أدى إلى تشريد 101 فلسطيني بما في ذلك 46 طفلا. يجب أن تتوقف هذه الممارسة فورا. سيدتي الرئيسة، يستمر العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية 46 فلسطينيا بما في ذلك 9 أطفال وثلاثة إسرائيليون جرحوا في حوادث متفرقة بما في ذلك خلال اصطدامات وعمليات تحري وتوقيف وعنف متصل بالمستوطنين. في 11 من نوفمبر قتل فلسطيني يبلغ 22 عاما في ظروف تشير إلى أنه لم يكن يشكل تهديدا. مثل هذه الأفعال يجب أن تخضع لتحقيق عميق ومحايد، ويجب معاقبة المرتكبين. وإن الجيش الإسرائيلي أعلن بحسب ما أفدنا عن بدئه تحقيق في هذا الشأن. في 15 من نوفمبر خسر صحفي فلسطيني عينه اليسرى بعد أن أصابه الجيش الإسرائيلي حين كان يغطي مظاهرة في قرية السرايف في الخليل. ويقلقني استمرار العنف المتصاعد المتصل بالمستوطنات. الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في إطار الموسم السنوي لقطف الزيتون استمرت رغم التدابير الوقائية التي اعتمدتها السلطات الإسرائيلية. هذه الاعتداءات إلى جانب القيود على وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم في المناطق المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية وخلف سياج الضفة الغربية قوضت سبل العيش من الزراعة. سيدتي الرئيسة، بالرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية من أجل نقل نحو 425 مليون دولار من عائدات المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، إلا أن أوجه عدم الاتفاق بين الطرفين تستمر بما في ذلك حول الخصومات التي تقوم بها إسرائيل. ومن المهم أن ينخرط الطرفان بطريقة بناءة نحو إعادة نقل العائدات عملا ببروتوكول باريس حول العلاقات الاقتصادية، والأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في هذا الشأن. وفي بادرة إيجابية في 11 من نوفمبر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من حكومة النرويج أطلقت برنامج مبلغه 1.2 مليون دولار لدعم النهوض بخطة المرأة والسلام الأمن في فلسطين، بما في ذلك وضع خطة العمل الوطنية الفلسطينية للسنوات الأربع المقبلة حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1325. سيدتي الرئيسة، قدمنا إحاطات دورية للمجلس ولأعضائه حول التحديات المالية التي لا زالت ماثلة أمام الأونروا. التدفقات النقدية بلغت مستوى متدن قياسي، وأرحب بتمديد ولاية الأونروا حتى 2023، التمديد الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في 15 من نوفمبر تشرين الثاني. وبالنظر للتحديات الراهنة أحث على الحشد السريع للدعم بتمكين هذه الوكالة من استدامة عملياتها. سيدتي الرئيسة، أنتقل الآن بإيجاز إلى تطورات أخرى في الإقليم. في الجولان يبقى الوضع هادئا، ولكن إن الانتهاكات المستمرة لاتفاق 1974 لفض الاشتباك
تبقى مدعاة قلق، لا سيما في هذا الوقت المتقلب في المنطقة. في 19 من الجاري رصدت الأندوف جسمين غير محددين أطلقا من موقع في جانب ألفا، وسمعت أيضا 3 تفجيرات. وأحاطت قوات الدفاع الإسرائيلية الأندوف علما بأنها قد اعترضت صواريخ من سوريا، والسلطات السورية أبلغت الأندوف بأنها ليست على علم بإطلاق أي صواريخ. وفي 20 من الجاري قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بشن غارات في سوريا ضد ما اعتبرته أهداف للواء القدس والقوات السورية المسلحة في سوريا. وسوف يتم تقديم تفاصيل إضافية حول هذه التطورات في الجولان المحتل في تقرير الأمين العام حول الأندوف في 3 ديسمبر. في لبنان، المظاهرات السلمية غير الطائفية وفي الوطن ككل والتي نشأت عن الاعتراض على السياسات الحكومية أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الحريري في 29 من أكتوبر. لقد استجابت القوى الأمنية بالتحلي بضبط النفس لضمان سلمية المظاهرات رغم التوتر عند قطع الطرقات. وبعد شهر من الاحتجاجات المستمرة، إن المأزق السياسي يحول دون تسمية رئيس للوزراء، وهناك وضع اقتصادي آخذ في التدهور، والأمم المتحدة قد دعت إلى تشكيل حكومة سريعا، حكومة تستجيب لتطلعات المتظاهرين وتحظى بدعم البرلمان. كما أن الأمم المتحدة تشجع القوى الأمنية اللبنانية أيضا على مواصلة حماية المتظاهرين السلميين في منطقة عمليات اليونيفل وإثر تراجع العمليات المشتركة، حيث أن القوات المسلحة اللبنانية أو الجيش اللبناني كان يستجيب للتظاهرات الشعبية. إن عمليات اليونيفل بالتعاون مع الجيش اللبناني عادت إلى مستوياتها الطبيعية مطلع نوفمبر، وسيستمع المجلس إلى إحاطة حول القرار 1701 في 25 من الجاري. سيدتي الرئيسة، ختاما أود أن أعيد التطرق لمسألة الانتخابات الفلسطينية التي طال أمدها. للشعب الفلسطيني الحق في أن يصوت وأن ينتخب قادته. لفترة طويلة حرم من هذا الحق واستفحل الانقسام. لا يجب أن نسمع لصوت جيل برمته يتحدث عن المستقبل. إن الانقسام الفلسطيني الداخلي هو كالسرطان يأكل التطلعات إلى الدولة وإلى السلام وإلى الالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. الانتخابات ليست هبة، هي حق، وإذا ما كانت هذه الانتخابات للتبني الوحدة يجب أن تحصل في غزة وفي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. كيف يمكن أن نعالج الانقسام المدمر إن لم يتسنى لشعب غزة أن يدلي بأصواته مستقبلا؟ والأمم المتحدة ستقوم بكل ما يلزم لدعم عملية انتخابية ناجحة في فلسطين. سيدتي سيادتي، علينا أيضا أن نسلم بالمخاطر الأوسع أيضا، فالمخاطر المستمرة بالحرب تهدد بأن تقود كل جهودنا لتلافي التصعيد وإحياء العملية السياسية، والأمم المتحدة ستواصل جهودها لمنع نزاع مدمر آخر رغم كل التوقعات والصعاب. أو إن احترام التوافق الدولي حول تسوية النزاع ومسائل الوضع النهائي على أساس حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات المتبادلة هو أمر بنفس الأهمية. فالخطوات الأحادية تذكي الغضب والإحباط وتقود أفاق إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة متوسطة الأطراف، عاصمتها القدس والقدس عاصمة فيها للدولتين. شكرا سيد ملادينوف، وأعطي الكلمة للسيدة تانيا هاري. شكرا سيدتي الرئيسة، شكرا للمجلس على الدعوة اليوم. ولدت في حيفا في شمال إسرائيل، وبت مواطنة أمريكية في سن 5.